التسجيلات قاربت على النهاية لدورة التكوين المهني سبتمبر 2022-2023 بولاية الأغواط. إقبال واسع لطالبي التكوين بناء على الحملات الإعلامية وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية والبيداغوجية والأرضية الرقمية وحتى قوافل الإعلام والتوجيه والتي تجوب كل مناطق ولاية الأغواط. جيت سقسيت هنايا في السونتر اش كاين ليميتي، سقسيت وقلت اللي يناسبني خيرت وانا عطاني واش الدوسي اللي نخرجو. حنا كي جينا هنا نشرحوا له نفهموه التكوين المهني ما هو، انماط التكوين المهني، بعد نروحوا للمستوى الدراسي اللي عنده نشرحوا له واش عندنا تخصصات، اذا كانت تتوالم مع الطموح تاعو ولا الافكار اللي راه يحوس عليها والمستوى الدراسي تاعو والمؤهلات تاعو وكانت متواجده على مستوى المركز تاعنا نسجلوه ونفهموه كلش. اذا كان ما عندناش هذا التخصص نوجهوه حتى للمركز اللي راه فيه التخصص هذا اللي يحوس عليه. ركزنا في هذه الدوره على الجانب النمط الاقامي، التخصصات التي ركزنا عليها في هذه الدوره والتي كان عليها طالبي تكوين في هذا التخصص خاصه في المحاسبه، وكذلك عندنا الامانه والتجهيز والتأثيث الداخلي للمركبات وحلاقة السيدات. في هذه الدورة حقيقة فتحنا 6 تخصصات نمط إقامي بالإضافة إلى التخصصات الموجودة في الدورة تاع فيفري 2022 التي فاقت 38 تخصص في الدورة الماضية. التوجيه الميداني على أساس المعلومات الموضوعة على الأرضية الرقمية والتي وفرها قطاع التكوين المهني أصبحت من الوسائل الفعالة لتسهيل ولوج الشباب في عالم التمهين. بس هنا نسجل موارد بشرية باسكو كما نقولوا فيها لي شوا هكذاك ملاح. جيت اليوم باش نسجل في المعهد باش نضمن المستقبل تاعي، وأنا واحد من الناس اللي نشجع الشباب باش يضمنوا المستقبل تاعه. مراكز التكوين المهني والمعاهد ستستكمل كل التحضيرات لانطلاق أمثل لهذه الدورة.